عسلامة الناس كل نوفيل فيديو. اليوم باش نحكي لكم على موضوع هام برشا، بالحق هام برشا، واللي فريمون بدل لي حياتي، وذاك علاش قلت لازم نبارطاجيه معاكم، اللي هو السبور. اي نعم، هام برشا السبور سورتو للنساء. وانا الحقيقه معناها اليوم عمري 45، لكن اليوم الحقيقه نحس صحتي والطاقه اللي في بدني خير من 10 سنين التالي مثلا. الوغ كو تيوريكمون معناها العبد كيف يكبر لي سيلول نتاعو يكبر، تقول انت دونك يولي عنده اقل طاقه، يولي عنده بلوس دو بريديسبوزيسيون دو تومبي مالاد ايتترا. اي بان نو، دابور اتون فسر لكم سيانتيفيكمون كومون سا سباس لو فييسمون سيلولير، لو ترانسفير دي انفورماسيون دي سيلول او نوفيل سيلول، لانزيم هذه اللي فاقوا بها تيلوميراز اللي هي معناتها اللي ان كوز دون فييسمون سيلولير، مي سورتو ان فيت لي في دو سبور. Il n'y a pas que le sport. J'ai quelques conseils pratiques dans la vie au quotidien. Mais surtout l'effet du sport. Alors, attention, quand on dit le sport, je ne sais pas si je vais faire un abonnement dans la salle de sport. Ou tu vas avoir... Non, là, je vois que tu as un peu de temps. يمشي للسال دو سبور باش يلبسوا درا كيفاش حاجات غاليه، وتمشي بالفيرني وماكياج 6 دوز والمرايات في الصالة وهي تجري وبارفان. مش مو دوموند، معناتها سي كوا لو بوت ان فيت. معناتها لازمك انت كي باش تعمل سبور ما تعملش سبور باش توري روحك وباش تهبط ستوريات من بعد تقول اغزر انا في السبور، فهمت؟ خاطر تنجم تعمل سبور في دارك، تو نابا بوزوان دو لو مونتخي او زوطخ، تنجم تمشي تجري زادا، ما حاجتكش راهو باش تخلص ابونمون في سال دو سبور. مش معناه ما تعملش ابونمون راهو، لا با دي تو، فهمت؟ فما نساء ولا بنات ال بريفير تبدا انتوري، تبدا في جروب، ما تجيها الموتيفاسيون والانرجي تعمل سبور كان في الجروب، تو ميو طو ميو، فهمت؟ اما اللي ما تنجمش، ما عندهاش فلوس باش تخلص سال دو سبور، ولا تكنيكمون بارلون ما عندهاش وقت باش تمشي لسال دو سبور، نبطلوا ما نعملوش سبور، نو مش مربوطه ببعض، فهمت؟ انا ما نمشيش لسال دو سبور الحقيقه، نمشي لبيسين. قبل كنت نمشي نفس الساله تقول انت فيها سبور وبيسين، وبعد ما عادش نمشي للسال، نمشي سورتو للبيسين، خاطر في الساله بون كل حد كيفاش، مي في الساله لاحظت اللي برشا حديث وبرشا حتى بنيت ونساء يبداو يجريو على التابي ويبداو يحكي ويحكي. اوف، قلت هاي سما انتريس با انا الشيء هذا، وشريت حتى شو اسمه فيلو، مش فيلو دابارتمون، الليبتيك تتسمى كيما الفيلو ما اكبر شويه تقول انت وتخدم لي موسكل الكل. جو بونس كو سي فريمون ان انفستيسمون. معناها ساعات نشوف عباد في السولد تشري بالملايين معناها حوايج دو مارك اتسيتيرا، فرانشمون بور لا ميم سوم دارجون نمشي نشري انا ماكينه نتاع سبور معناتها بروفيسيونيل اونتر غيومي اللي هي تخدم لي دايا وساقيا اون دوسور، خاطر الحقيقه معناها ابارتيغ دان سيغتان اج ريت الجري على التابي مثلا والجري مثلا لانتونسيف البوا سورتو كان المراه بصحتها شوي، فهمت؟ البوا يهبط على الركايب، دونك الركايب نجمو يتقلقوا، فهمت؟ دونك باش نفسر لكم معناتها لو بوت دو سبور. ولو سبور راهو مش يلزمك تتبع العباد كيفاش يعملوا وانت تعمل كيفهم، فهمت؟ وراهو صدقني ان انفستيسمون تري انتريسون، خير من لي ساك دو مارك ولي بوت دو مارك ودرا شنو والهيله من البراني معناتها اللي هو بور لو باغيتر، فهمت؟ يل فو ميو كو تو توكوب دو تون بيان اتر، راهو مش دوب باغيتر، فهمت؟ دونك تو انفستي دون اون بون ماشين دو سبور تحطها في الدار. انا جو تروف كو سي تري براتيك، خاطر سا سادابت ا مون ريتم، نجم اون ميم تون نحط الفطور تيب ونمشي نعمل نص ساعه ونرجع نكمل، فهمت؟ جو مورغانيز، خاطر سينو ما نخلطش نطيب للصغار وكل. بغيت دونك يا سيدي قلت لكم هذا الكل تقديم على خاطر بالحق سبور هذا بدل لي حياتي. انا قبل نقول لا ما عنديش، وانا قبل حتى كنت في الليسي ما نعملش سبور، كانت عندي ما تا بيرميسيون ولا شنو، خاطر عندي مشكله وقتها في قلبي ولا شنو، حسيت لو شفوزي با سبور، دونك كبرت بك بك الفكره هذيك اللي انا ما نجمش، فهمت؟ ما نجمش دونك بون فو با لو فير. مي بعد وليت بشوي بشوي نعمل ديما مارش، فهمت؟ ديما نعمل مارش، وليت نلقى روحي معناها جو مو سون ميو، كيفك القضيه في عود باش نمشي نقضيها بالكهرباء نمشي على ساقي، فهمت؟ دونك بشوي بشوي اي سورتو زاد جاتني مشاكل صحيه الحقيقه ان سيغتان مومون، انا جاتني مشاكل صحيه، دونك جو مسو انفورمي وكل شيء، وفهمت وقتها اللي بالحق راه لازمني نتلهى بالماكينه بالبدن هذا. سورتو انت كأم كانك تسمع فيا راك، لكن انت عاطيه حياتك وطاقتك الكل
للعبيد، حتى لراجلك وولادك، وساعات حماتك ساكنه بحذاك ولا امك وبوك وكل. اذا انت تعطي طاقتك الكل وما تعودش تشارجي الماكينه من الداخل، راهي باش توفى، راهي الشمعه هذيك باش تطفى. فهمت؟ خاطر باش انت تنجم تضوي على العبيد كيما نقولوا، لازم الشمعه نتاعك تو كي تبدا شمعه وافيه ما زالتش تنجم تضوي، ما تنجمش. لازمك تتاكد اللي الشمعه نتاعك الباتري انتيريور اون فادير راهي اللي بيان اليمونتي. فهمت؟ اي بور سا الي تري امبورطون تعمل ريتويل روحك. فهمت؟ انا مثلا يساعدني نعمل سبور نهار السبت، وفي وسط الجمعه زاد نمشي للبيسين. انت شوف شنو الريتويل اللي يساعدك، وشوف شنو ما الاوقات اللي تساعدك، وشوف شنو ما انواع السبور. خاطر اتونسيون راهو مش بشرط هي لازمك تعمل 10 و 15 كيلومتر، خاطر تو ولات على مود هذيك لي روندوني ايتترا، سو كي اون اكسيلونت شوز سي تو بو لو فير سي فريمون طون ميو. مي سي تو بو با، انا الحقيقه جو بو با. فهمت؟ لي تري غران ديستانس هذوما ما نجمش. فهمت؟ دونك سي تو بو با مش تقول لي وانا ذاك هاو ما نجمش. لا، تو في دو سبور ا طون ريتم. نجم تمشي نص ساعه يا سيدي، امشي نص ساعه. فما نساب صحتهم ما تنجمش تمشي اكثر من 20 مينوت، ما تنجمش تمشي اكثر من نص ساعه، اي مثالش امشي 15 مينوت، امشي 20 مينوت، تو بشوي بشوي الدم يدور. خاطر هو اجا نحكيو سيانتيفيكمون شنو يصير في بدنك كي تعمل سبور. داكور دو شنو هو كي تعمل سبور؟ معناها دقات القلب يوليو اسرع هكا، ولا دونك الدم يدور، تحس روحك الدم يدور وسخنت هكا، ولا حتى كي تعمل مارش هكا ولا باهي. كيف الدم يدور اون فاتريت الماكينه الدم يدور، الدم كيف يدور كل شيء يخدم خير في البدا. داكوردو؟ والسيستيم ايمونيتير مثلا يخدم خير. وريت كيما انت تسيق الدار البدا، تقول انت يعمل تسيقه كبيره، ولي توكسين والحاجات الخايبه الكل يخرجها في مجاري اخرى بحذا الدم، اسمها سيستيم لامفاتيك. الماء ذاك كلب مش ماء، ساعات كي تتجرح ولا حاجه يخرج هكا كي الكعبورة ماء، ولا ساعات تولي لونها مستصفر كان فما انفكسيون معناتها دي بكتيري وكل، يولي لونها مستصفر. الدم اون فيت الدورة الدموية بحذاها فما سيركولاسيون لامفاتيك هذي. فهمت؟ اللي انت كي تعمل سبور بانواعه تو اكسيليغ اك سيركولاسيون سونغيني لامفاتيك. دونك كيما تسيق الدار تري سامبل. فهمت؟ تسيق الدار الكل وتخرج كل شيء لبرا، ريت الماء هذاك اللي تخرجه كي تسيق البدن يخرجو كي يعرق. تري سامبل. فهمت؟ البدن يخرجو كيف يعرق. فهمت؟ ابخي سي اون كيسيون دو ريتم. راه فما اللي نجم يمشي 10 كيلومتر ويجري 10 كيلومتر طو ميو، اي ميسالش انت كان ما تنجمش 15 20 مينوت باهي. فهمت؟ مررتين في الجمعه 15 20 مينوت باهي ياسر. المفيد مفيد لا دورابيليتي. فهمت؟ مش شوية مرة تعمل شوية سبور ومن بعد تتسون بيان، ولا باش تطيح البوا. فهمت؟ تعمل ريجيم خايبة يسرك الحكاية متاع نعمل ريجيم باش نقص البوا، ونمشي لسالة باش نقص البوا. خاطر انت كي تعمل سبور على اساس ولا على هدف باش تنقص البوا، راهو بدنك في بالو. شنو في بالو؟ لي سيلول في بالك. لي سيلول ال سون كونسيونت، والله العظيم ال سون كونسيونت، فاهمين كل شيء. ريت انت كي تقول اي تو انا والله سمنت في الشتاء ولازمني نعمل سبور ورد بالي في الماكله باش نضعف، هما يسمعوا الموضوع هذا يقولوا اه صار انت اش تعمل هكا، هيا واش نبدا نحط ستوك ميل. والله العظيم نحكي لك فيه بالدرجه بتفدليك، مي سي سيانتيفيكمون بروفيرا دايغ. من بعد يولي اسمه ليفي يويو، خاطر لورغانيزم بار رياكسيون à ce manque de nourriture, il va faire des stocks. Il va faire des stocks. Quand il dit que c'est source de stress pour lui, il dit que c'est pour lui qu'il n'y a pas de manque, mais il n'y a pas de manque. Quand tu n'y a pas de manque, tu joues plus. Pourquoi? Parce que ton corps n'est pas en train de brûler les calories comme il faut. Parce que حاطط في باله اللي فما ازمه ما فماش ماكله، دونك لازمنا نخبيو الفرينه والسكر والسميد، يبدا يخبي. هذاك علاش مالوغزمون برشا عباد ما يفهموش، يقول لك انا عامل ريجيم عامل ريجيم. فهمت؟ ما ضعفتش والا اقل حاجه ناكلها تطلع فيا، بوغتو انا عامل ريجيم. اي خاطر انت لو ريجيم سي دون لا تيت سي مونتال. كون تو اي دون ان ايتا ديسبري دو فروستراسيون، طون كور réagit de façon inverse.
الفيدستوك هذه نحكي لكم عليه خاطر فما دي زيتود سيانتيفيك بيان سور نانانا اكتب افي يويو في جوجل ولا جوجل سكولار مي زيد والله العظيم انا مجربته في روحي قد ما انا كنت نحب نعمل سبور ونرد بالي في الماكله كل باش نضعف قد ما جي توجور لي في انفيرس وديما كل اوندون دو سي عرفت تطلع تهبط تطلع تهبط وتبدا حارم روحك وبعد تمشي تاكل كذا وبعد تاكل بابيليس ريتك لي مونتي ايموسيونيل هذوك خايبين ياسر دونك ننصحك انا نعطيك من الاخر سو كيلفو فير مشو تعمل ريجيم تشوف انت شنو هو لو ميور ريجيم ولا سيستيم اليمونتير اللي يساعدك من غير حرمان سونز انترديكسيون ريت الحرمان يعطي لي في انفيرس انت مثلا تحب ياسر الجاتو ما تنجمش نحي الجاتو كل الجاتو ام اعمل روحك نظام فهمت ما نعرفش انا فما ناس ياكلوا كل يوم جاتو سيدي ما عادش تاكل كل يوم كل مثلا مرتين في الجمعه ما عادش تاكل كعبه كامله كل الشطر انا ديما نشري كعبه ناقصه من ورا اجلي باش هاني شريت فهمت اما كي ناكل كعبه برك كامله تقلقني وزيد الجاتوات اللي يبيعوا فيهم الكل وبكلهم سكر وليت حتى نعمل واحد خير نقول هاكا اقل سكر بغيف تلعب على الكونتيتي فهمت من غير حرمه خاطر اون فوا تحرم روحك تو بروفوك لي في انفيرس دونك هذه علاش نحكي عليه هنا في موضوع السبور على خاطر سوفون كي تعمل سبور تروح جيعانه فهمت وكي تروح جيعانه وتقعد عاد قدام الطاوله وتبدا بوها على خوه نعرف الحكاية خاطر تعديت بها فهمت بعد تقوم تحس روحك رزينة وما فماش منفعة في الموضوع فهمت هذيك علاش السبور والماكلة ما يلزمش معناها أبغتير هكا دوبجيكتيف متاع يلزمني نضعف وانا هكا مش مزيانة ويلزمني نقص ولا رد بالي في الماكلة ويلزمني نعمل سبور دون زان بوت دو سوفرانس معناتها سبور سوفرانس لا سبور مش سوفرانس راه وهذه معلومة هامة ياسر علمية انا مثلا راجلي سبورتيف برشا ديما يجري ديما يجري فهمت ساعات كي نشوفه يجري هكا يبدا عارق وكل بيو ملت معناتها يدوا سوفخير فهمت يظهر لي اللي هو يسوفخ تشوف عبد يجري في الشارع وعروقاته شرطله تقول بلي علاش يعمل في روحه هكا ولا سبحان الله ساعات نبدا نخزر لهم نقول علاش يعملوا في روحه كي تفهم علميا سو كي سباس تفهم علاش هما يموتوا على الشيء هذاك وعلاش يتلموا ويقوموا من الاربعه متاع الصباح ويتلموا ويمشيوا للبلايص هانم تولوا ويجريوا اون جروب يعملوا معناتها كيما الفيستيفال وحفله والدربيك وغناء وشطيح ويجريوا 10 15 كيلومتر وشي كبير على خاطر قلت لك بكري كي انت تجري قلبك يدق اكثر الدم يدور والسيستم لمفاتيك يدور وكل شيء يولي اكسيليري فهمت تصير فما معناتها تولي فما وجيعه معينه في البدن خاطر الماكينه مش قادره باش تتعدى للنيفو سوبيريور دونك الفورس ان بو دونك فما وجيعه سورتو مثلا او نيفو دي ارتيكولاسيون في الساقين وفي لي موسكل اللي تكبسوا على الاخر كل شيء البدن يعرف لي سبور بهيلو دونك شي يعمل باش ينقص عليك الوجيعه اون فادير فهمت نحاول نحكي لك بالدارجه الحكايه يولي يصنع دي هرمون كيما لوندورفين اللي هي يعطيوها ان طونك انتي دولور مثلا فهمت انتي دولور تنحي الوجيعه البدن يولي يصنع يسميهم حتى دروغ ناتوريل راهو وذاك علاش الناس اللي تجري والله كاينو دروغي يولي سي سيغ راكم تعرفوا عباد في الفاميليا ولا في العائله فريمون دروغي بالسبور ديما يمشي يجري ديما يمشي يجري ما يفهم شيء معناتها مطر ريح سخانه ما يفهم حتى شيء ديما يمشي يجري تقول دروغي اي خاطر هو دروغي مي دون ان سونس بوزيتيف لهنا فهمت سي اون دروغ كي اي بينيفيك بور لورغانيزم فهمت شنو سي اون دروغ معناتها حاجه تلمون بنينه بدنو يصنعها دي هرمون هكا دو لا ديتونت دو لا بون هومور انتي دولور ومن بعد سورتو كي في داو شويه تك يحس ريلاكساسيون ولا شي بريز كبيره ياسر بون سي فري بيان سور يبدا شويه فما وجيعه في لي ارتيكولاسيون كل لكن هذايا راهو سورتو il faut savoir gérer لازمك تعمل ايتيرمون بعد مثلا لازمك تعمل جي دو فخوا مثلا او فخوات مثلا بعد ما تدوش كل شيء انا نعمل مثلا مي بارد سقايا الكل مي بارد كاريمون فهمت شتا ولا صيف مي بارد ولا حتى شويه غلاسون ولا حتى ان بوتي ان بوتيت بوماد دو ماساج افيك دي زويل اسونسييل دو مونت دو رومارين اللي هما معناتها il détend les muscles et il limite l'effet de la douleur والا انا كنت نعمل هكا قبل بيسين بيسين بعد السبور هذا سي لو كوكتيل ايديال معناها كان عندك فلوس انت وانت مثلا مشيت لسالتو سبور وكل سبور بيسين ايديال وبيان سور البيسين
بيان سور il vaut mieux بيسين à l'eau de mer من غير ما نقول لك معناها فهمت بيان سور il vaut mieux si c'est possible tant mieux si c'est pas possible bon خير من بلاش فهمت البيسين خلينا نحكي لكم شويه على البيسين والناتاسيون اون جينيرال راهي هايله برشا سورتو للنساء سورتو اذا انت بصحتك شوي بعد الحباله فما حاجه نسيت ما حكيت لكمش عليها اون فيت مره انا في البيسين هي بيسين à l'eau de mer فهمت وفيها دي جي دو كل شيء انا الحقيقه قبل كي نمشي ما تعدى قدامها تقول انت نستخسرها في روحي فهمتي غاليه شوي استخسرها في روحي الا فالو تولي عندي دي بروبليم دو سونتي والطبيب هو بيدو يقول لي راه من المستحسن تمشي للبيسين الا فالو وقتها نولي نهون في روحي توا وليت اصلا ما نحسبش ريت فما حاجات كي تجي تشريها تقول بقداش هذا وتحسب تشوف روحك يساعدك ولا راه في السبور وفي البيانيتر نتاعك تولي ما تحسبش انا اصلا ما نعرفش حتى كومبيان ساكوت جو مون فو جو مون فو دونك جو بو بايي سي سيونس دو بيسين راهو لو بيانيتر كو تو اون روتير سا نا با دو بري تو سامبلومون عاد فما مره كاريمون انا في البيسين وفما مرا قوريه مرا كبيره معناها والكيني ولا شنو ما نعرفش بالضبط كيني يظهر لي وهي ممدوده في الماء وحاط لها كيما المطلع هكا تحت يديها وساقيها ودرو درا كيفاش يعمل في مساج حسيت قربتك باش نفهم الموسيقى تحت الماء زاد تي شي كبير ويعمل هكا درا كيفاش يخينا قربت له قلت له دو كوا يساجي معناها يا اخي سماهولي قال لي هذا اسم نتاع مساج فهمت قلت له معناتها تعملوه نتوما قال لي ايه حسيت له دوما كملت خرجت مشيت للاكوي قلت له هذاك اللي كان يعمل فيه هذاك شنو هو المساج هذاك بقداش هذاك يا اخي قال لي غاليه هي الحقيقه فهمت غالي قلت له استنى ترى خلينا نشوف فهمت عندي المونطون هذاك ولا عندي المونطون قلت له وين نحب نعمل مساج هذاك جنو وراهو لو بيانيتر كو جوني روتيري تو با ايماجيني ريت حتى مش حتى لي دولور ولي تونسيون فيزيك راهو حتى لي تونسيون ايموسيونيل لي كونفلي نون ريزولو توت لي توكسين كو تو اي اوبليجي دافالي تو لي جور لي توكسين ايموسيونيل اي بسيكولوجيك جو فدير فهمت يخرجوا بالماء من البحر من المستحب يخرجوا بالمساجات اي اتونسيون في موضوع المساجات انا علاش عملت المساج هذا خاطر في الماء انت تبدا في الماء فهمت على خاطر اتونسيون للي مساج اون كابين انا قبل عملت برشا دي مساج اون كابين اون فيت لو تروك هو لو مساج راهو سي ان ايشانج انرجيتيك انت باش تعطي بدنك فهمت المراه ولا راجل ماسور اللي هو بيان سور il va faire des معناتها دي جيست تري تكنيك اللي هما يقراوهم بيان سور pour faire circuler l'énergie fluidifier l'énergie etc on est d'accord لكن en même temps هو اللي يمس فيك هذاك تحب ولا تكره يعدي لك الطاقه نتاعو دونك انا كي نمشي نعمل مساج في البلاصه اللي نمشي لها تلاسو هذي فما معناتها طفله معينه نقول موجوده هذيك ولا ما كانش لا ما نعملش خاطر مره جا اي اون تري تري موفيز اكسبيريونس وفهمتها من بعد بالغوكول جات هكا مراه اخرى باش تعمل لي المساج فهمت حسيت انا راني سبحان الله حسيت ملي دخلت هكا حسيت هكا هي دخلت وانا ترهوشت ولا كيفاش درك كيفاش الطاقه نتاعها درك كيفاش هكا حسيت حاجه فهمت مي بون قلت اش عندي فيه فهمت وصد حسيت له بعد خرجت من المساج هذيك مريضه فهمت مريضه معناتها نفسانيا تعبت على الاخر هكا ودرك كيفاش جاني بكا هكا ودرك كيفاش والله العظيم وزيد مرضت من بعد خاطر هو مربوط ببعض كي تبدا انت ايموسيونيلمون سافا با سا فاسيليت لانستالاسيون دي انفيكسيون وكل شيء خاطر السيستيم ايمونيتير يبدا طايح خاطر هو مربوط باللي زورمون لا تريستيس سي دي زورمون لو ستريس سي دي زورمون ايتترا دونك الطفله هذيك اللي عملت لي وقتها المساج وهي تتحدث ديجا ما يجيش واحد يعمل مساج يبدا يتحدث ما يجيش تبدا تتحدث وتسال فيا وانت شكون وانت اسمك ودرا شنو واش تعملوا وراجلك كيفاش ودرا شنو وين جاني هكا النهار راجل توريست عملت له مساج تحكي فتا جيت نقول لها راهو سي با بروفيسيونيل تبدا تتكلم معناتها راهو سكتت وانا غلط حقني مش تكلمت حقني قمت ولبست المنشفه نتاعي وخرجت فهمت اما العبد ما يعرفش ما يلزمو يغلط باش يتعلم دونك انا غلطت باش تعلمت كونه راهو المساج رد بالك راك باش تعطي الطاقه نتاعك محلوله فهمت رد بالك باش تخلي اي ما تخليش اي انسان يلماني
manipule ton énergie, فهمت. دونك سوا سي فريمون كيلكان كو تو كوني كو تو اكسبيريمونتي. يا اخي قبل احنا نسي يمشيو للحمام وفما امراه معينه اللي هي تعمل لك مساج لكتافاتك وساقيك وكل اللي انت تعرفها الحارزه هكا ولا تعرفها وتبدا مستنسه بها، فهمت. دونك ما تعطيش بدنك لنمبورت كي، تو با سافوار. دونك انا ما عادش نعمل براتيكمون لي مساج هذوما، اللهم في الماء، خاطر بيان سور الماء يل سي لينيرجي دو لو كي فا تو ترافيرسي، فهمت. دونك سا امورتي ان بو ليشانج انرجيتيك بينك وبين العبد هذاك. مي سينون جو في مون بروبر مساج، عندي انوجيا في ركابي في سقايا في ظهري، نختار انا لي زويل ليسونسييل، معناتها نحط اللي يساعدني، خاطر زاد راهو في لي سبا ولي تالاسو اون جينيرال حسب معرفتي انا ما يحطوش دي فري ويل ليسونسييل، فهمت. حطوا دي ويل دي زاروم فيهم دي بارفان. Donc c'est pas vraiment une huile essentielle اللي عندها des effets bénéfiques وكل. Donc انا نختار l'huile de massage اللي باش تعطيني l'effet bénéfique، نحطها وحدي في شويه huile d'amande. زاد يبيعوا راهو des huiles de massage certaines marques tunisiennes des huiles de bonne qualité، فهمت. هي جو في مون بروبر مساج في سقايا في دايا في ظهري في كرشي، ينحي الكرش، زاد يعاون باش ينحي الكريس اللي في الكرش، فهمت. قبل ما ترقد تعمل مساج نتاعك، تقعد بك الزيت هذاك خاطرو تخي بينيفيك، فهمت. ترقد بيه تبات بيه عادي معناها، فهمت. بعدك الحويجات هذوك تنحيهم تغسلهم عادي جدا. دو لوان خير من اللي تصرف قداش باش تمشي تعمل مساج اللي كيما قلت لك بارفوا tu vas donner ton corps énergétique et quelque chose d'extrêmement précieux معناها، فهمت، à quelqu'un que tu ne connais pas bien qui n'est pas forcément bienveillant qui n'est pas forcément bienveillant. Hassi, le voilà, j'espère que ça a été utile.